السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. طلب لرغبتكم اليوم إن شاء الله سوف أريكم طريقة تحضير نواة الزيتون وطريقة تحميصها لصنع الكحل الطبيعي. المقادير التي سوف نحتاجها، سوف نحتاج إلى كمية من الزيتون، وسوف نقوم بأخذ نواة الزيتون التي تكون ب الداخل أو تسمى كذلك بعظم الزيتون. نقوم بإزالة النواة ونأكل الزيتون، ثم بعد ذلك نقوم بوضع النواة الكمية التي حضرناها في ماء وننقعها لمدة ساعة. لماذا ننقعها في الماء؟ وذلك لترطيبها وسهل عملية طحنها. سوف أتركها لمدة ساعة واحدة وسوف أعود إليكم. بعد أن نقعت نواة الزيتون في الماء لمدة ساعة، الخطوة الثانية سوف نقوم بتنشيفه تحت أشعة الشمس، ولكنني لاختصار الوقت سوف أضعه في الفرن. بسم الله. يمكن أن نستعمل كمية أكبر، لكنني هنا استعملت كمية أصغر فقط لكي أريكم الطريقة. سوف أقوم بتجفيفه في الفرن وسوف أعود إليكم لأريكم الخطوة الثالثة والنهائية. نقوم بتشغيل الفرن. ثم سوف أضع نواة الزيتون في الفرن لكي نقوم بتجفيفها. وسوف أعود إليكم. بعد أن جففت الزيتون لمدة 10 دقائق في الفرن لاستغلال الوقت، يكون هذا شكله. بعد ذلك سوف نحتاج إلى مقلاة تكون ثقيلة مثل هذه، وسوف نضعها على نار هادئة. بسم الله. ثم نضع الزيتون في المقلاة على نار هادئة ونقوم بتحريكه إلى أن يتغير لونه ويتخذ اللون الأسود. كما تلاحظون نواة الزيتون بدأت تتخذ اللون الأسود، لكن نستمر بالتحريك إلى أن تأخذ اللون الأسود الغامق. ويكون هذا الشكل النهائي كما تلاحظون، تغير لونها واتخذ الشكل الأسود. الآن نقوم بإطفاء النار. ويكون هذا الشكل النهائي كما تلاحظون. ملحوظة فقط، يمكن كذلك استعمال نواة الزيتون الأخضر أو نواة الزيتون الأسود، فليس هناك فرق. وكذلك نواة التمر تحضر بنفس الطريقة. وأخيرا بعد تحضير نواة الزيتون ونواة التمر، نقوم بدقهم جيدا في الهاون. ثم بعد ذلك إذا أردتم أن تمريره في المطحنة الكهربائية يمكن أن تفعلوا ذلك، فقط لا يجب وضع نواة الزيتون ونواة التمر في المطحنة الكهربائية أولا، لأنه سيؤدي إلى سلف المطحنة الكهربائية، ولهذا أنصح باستعمال الهاون. ثم إذا أردتم أن تستعملوا المطحنة الكهربائية بعد ذلك لخلط المكونات جيدا يمكن أن تفعلوا ذلك. وإذا لم تتواجد عندكم مطحنة الكهربائية يمكن فقط الاكتفاء بدق جميع المكونات في الهاون.
كذلك أريد أن أشكر كل من أعطاني اسم الهاون باللغة العربية، أشكركم جدا جدا جدا. إذا أردتم أن تروا الفيديو الذي وضعت لكيفية صنع الكحول الطبيعي، سوف أضع الرابط فوق وتحت في صندوق المعلومات. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن أكون قد أفدتكم. إذا عندكم أي استفسار أتركوا تعليق، ولا تنسوا الإشتراك بالقناة لكي تدعموها، وأن توزعوا الفيديو على الأصحاب والأقارب لكي تعم الفائدة. انضموا إلى صفحتي بالتويتر وكذلك بالفيسبوك بعنوان وصفات طبيعية وسريعة، وعلى الإنستغرام بعنوان وصفات. سوف أضع الروابط جميعها تحت هذا الفيديو، وإلى فيديو قادم بحول الله. بأمان الله، إلى اللقاء.